ولك يا مختار المخاطير اسمع ليها الحكاية. أنا ما بحب اللعي كتير ولا فا عندي غاية، قالوا فاعل أوفى ناس كلن شهدوني، طلعت القصة طوريطة ولعندك جابوني. قصة اليوم عن مختار المخاطير وديكو. حكايتنا لليوم من ضيعة خربة الناغوص وديك مختارة أب محجو. هديك هذا العم بعيون عيونك اليوم من قبل الصبحيات وبيطلع وبيضل بصيح كوكو 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 لطلوع الشمس. ديك المختار أب محجو بجعز الأهالي كتير ولموا بعضهم وراحوا لعند المختار مشان يلاقوا له حله. قالوا له لو مختارنا يعني وحياته لأختينا يعني هادي ما أنا حاله كتير ديكك عم يجعزنا لاقي له حله له يعني كل يوم بفيقنا قبل طلوع الضو وبيضل كوكو 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 كو لطلع الشمس. وبعد النقاش والحكي واللعي الكتير طلب منهم المختار أب محجو انه كل واحد يبدي برأيه وينصحه مشان يكون القرار جماعي وبيرضي الكل. وبلش كل واحد من اهالي هي الضيعة يعطهن رأيه، اذبحوا وعملوا منسف وعزمنا على هنا. هيك ارتقى أب محسن وبلشت الاقتراحات والنصائح تنزل على هالمختار. شي قلو اكسر له من قاره، شي قلو انتفلو ريشاته، شي قلو لزقه وخرسه وربط له لسانه بالألتيكو. أما المقترح يلي لفت انتباه الكل وعجبه للمختار شخصياً إجا من سلانجو خربة الناغوص. قالوا له مختارنا يعني ليش نحن ما منعلمه لغة الإشارة وبصير ديك ما فهمتله بكل المعمورة. أعجب المختار بهي الفكرة وبالفعل راح جاب مدرب أكاديمي مشان يدربه للديك على لغة الإشارة. وبالفعل بعد شهر شهرين ما حدا سمع صوت كوكو 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 وما حدا بكل أهالي الضيعة انجعص. قال شو؟ قال الديك بلش يقول كوكو 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 بلغة الإشارة. طبعا هنن هيك قالوا أنا مالي علاقها. بس الأولاد بالضيعة صاروا يفيقوا مرعوبين وخايفين بنصاص الليالي. وقال شو؟ قال الديك هذا هو السبب، رفرفات جناحاته وحركة راسه وإجرهنه وهو عم بيأشر من سطوح لسطوح تحت ضوء القمر عم تعكس خيالات للأولاد اللي عم بيفكروهن شي وحش كاسر أو شي عفريت جاية يخطف لولا. رجعوا لعند المختار أهالي الضيعة وقالوا له ولو مختارنا لو يعني خلصتنا من صياح الديك وصوته بدك تروح لنا الأولاد؟ خيالاته عم تنعكس على الشباك والأولاد عم بيخافوا كتير. وبالفعل للمرة الثانية على التوالي بيجي الاقتراح الغريب العجيب من سلانجو خربة الناغوص وقال لهم يا شباب انتوا لازم تنشروا برادي سود على شبابيك بيوتكم مشان تحجب عنكم الديك وخيالاته. وبعد ايام صارت شبابيك الضيعة كلياتها سود والاهالي خلصوا من الديك وصياحه وحركاته. مرت الايام والليالي وصارت البرادي السود بخربة الناغوص من العادات والتقالي. كل ما واوح انجعز من واوح بيرفع بوشه ستارة سودة والأسواق أخذ مجده. انتشر بالطرقات والبساتين والشبابيك والحدايق بين الأخوة وولاد العم. الأسواق يلي اقترحوا سلنجو خربة الناغوص مشان يخلصوا من رايات وخيالات ديك حبوه، مشكلته انه عم بيخوف هالولاد، اتحول لجدران كلياته أسود بأسواق فصلت القلوب عن العقول. ما بعرف إذا بهيك قصة بحق اللي إلكم كيفكم فيها.